أعزائنا مشاهدي فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، نرحب بكم في لقائنا الأسبوعي، وقبل التفاصيل نبدأ معكم بأبرز العناوين. وفد أردني رسمي يلتقي بالبابا طوادروس. برعاية المطران فينيديكتوس افتتاح بازار الرحمة الثاني في عمان. جمعية دار الكتاب المقدس في الأردن تنظم لقاء الخدام الثاني. الاحتفال بعيد القديسة ماري ألفونسين مؤسسة رهبنة الوردية المقدسة. أهلا بكم. قامت وزيرة السياحة والأثار لينا عناب بزيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، التقت خلالها والوفد المرافق قداسة البابا طوادروس الثاني باب الإسكندرية، حيث تم في اللقاء بحث تعزيز السياحة الدينية بين الجانبين وسبل الارتقاء بها لتحقيق أفضل النتائج للبلدين الشقيقين. تفاصيل أوفى عن الزيارة في هذا التقرير. تلبية لدعوة رسمية من قداسة البابا طوادروس باب الإسكندرية والكرازة المرقصية، قام وفد أردني برئاسة وزيرة السياحة والأثار لينا عناب بزيارة إلى جمهورية مصر العربية. نقلت خلالها الوزيرة عناب لقداسته تحيات سمو الأمير غازي بن محمد رئيس مجلس أمناء هيئة موقع المغطس، وسلمته قرار المجلس بزيادة مساحة الأرض المخصصة للكنيسة القبطية لاستكمال بنائها، متمنية تخصيص أسبوع للحج القبطي إلى موقع عماد السيد المسيح من كل عام. اليوم إحنا زيارتنا هي تأتي كأول شيء كشكر وعرفان لقداسة البابا على هالزيارة الكريمة اللي يعني شرفنا فيها في الأردن، وطبعاً يعني اللي تلى الزيارة كمان كان إشي كتير مهم، والتصريحات اللي عملها قداسة البابا هي تصريحات إحنا منقدرها يعني جل التقدير بحكم الكلام الطيب، الكلام الكريم، الكلام الجميل اللي حكى عن الأردن وعن الأردن كونها أرض مباركة، ودعوته للمسلمين قبل المسيحيين إنهم يزوروا الأردن للبركة. فهذا طبعاً هذا كلام إحنا يسلش صدرنا، وكلام إحنا بنعتز فيه ونفتخر فيه، وخصوصاً إنه يأتي من شخص راقي، شخص إحنا بنحبه، وشخص نكن له كل الاحترام مثل شخصية قداسة البابا طوادروس الثاني. من جانبه رحب قداسة البابا طوادروس الثاني بزيارة الوفد الأردني، موجهاً قداسته بدعوة الشعب المصري لزيارة المواقع المقدسة في الأردن، وعلى رأسها موقع المغطس الذي تلامست أرضه مع أقدام السيد المسيح. طبعا لما بنقرأ في تاريخ المسيحية بعد ميلاد السيد المسيح، وحسب التقاليد اليهودية القديمة، أن بدأ خدمته وبنسميها الخدمة الجهرية، يعني المعروفة لكل البشر، بدأها بالمعمودية. فإذا كان هناك الكريسماس ميلاد السيد المسيح كبداية لوجوده على الأرض، لكن وجود البشارة بالمسيحية كانت من خلال المعمودية. بدأ برنامج الوفد السياحي الأردني بجولة إلى دير الأنبا بشوي، تلاه زيارة دير السيدة العذراء في الإسكندرية، حيث استمع الحضور إلى لمحة موجزة عن تاريخ الدير والحياة الرهبانية فيه. كما زار الوفد دير الأنبا أنطونيوس ودير مارجرجس ودير السيدة العذراء ودير المعلقة، ثم استكمل جولته بزيارة دير السريان الأرثوذكس، حيث كان رئيس الدير الأنبا ماتيوس في استقبالهم، واستعرض بحضورهم تاريخ الدير ومسار العائلة المقدسة. وتحت عنوان تعال وانظر، بدأ الجانبان الأردني والمصري جلسات حوارية بحضور الحبر الجليل الأنبا يوليوس مندوب قداسة البابا طوادروس الثاني، حيث شددت وزيرة السياحة لينا عناب في كلمتها على أهمية صناعة السلام وتأثيرها المباشر على القطاع السياحي، نظراً لما تسهم به من تقريب الشعوب لبعضها البعض، ومن تأكيد على وحدة إنسانية تدعو إلى التعايش والمحبة واحترام الآخر. ونوه وزير السياحة المصري يحيى راشد أن مصر والشقيقة الأردن بصدد بحث سبل تطوير السياحة الدينية من خلال خطط عملية واقعية قابلة للتطبيق، ولوضع أسس للتعاون مهمة جدا في جميع المجالات، وطبعا السياحة الدينية أحد هذه المجالات، وإحنا
بنتطلع إلى أن احنا نفعل هذا التعاون بمزيد من الخطوات على الأرض عشان نشوف إيه اللي ممكن يستفيد منه كل من الشعب المصري والشعب الأردني. من جانبه ألقى الأنبا يوليوس مندوب البابا توادروس كلمة أكد فيها أن الأردن يعد وجهة سياحية دينية غنية إلى جانب تمتعه بحسن الضيافة والأمن والأمان. واستعرض الدكتور عبد الرزاق عربيات مدير هيئة تنشيط السياحة خلال اللقاء الحواري برامج الهيئة الترويجية بكافة أنواعها الدينية والعلاجية وسياحة المغامرة. وقدم فراس العجلوني مدير دائرة الترويج السياحي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن دور المنطقة في دعم الميناء الواصل بين الأردن ومصر لما له من أهمية للناحيتين السياحية والاقتصادية. ومن جانبه قدم مساعد مدير موقع المختص المهندس رستم مكجيان نبذة عن المختص وبرامجه الداعمة للسياحة. كما ألقى القمص أنطونيوس حنا راعي كنيسة الأقباط في الأردن كلمة تضمنت عرضاً لأهم المواقع الدينية في المملكة. الجمال المقدس، جمال الكتاب المقدس اللي شفناه على الطبيعة في أرض الأردن وعلى أرض الأردن. يكفي ما قاله قداسة البابا بعد عودته مباشرة من رحلته بشهر أيلول سبتمبر الماضي، ويكفي ما سمعتموه بأذانكم من كلمات الثناء حيث الكرم الأردني الأصيل وما فعله جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله من أجل هذه الزيارة. هو الذي رتب لها خطوة بخطوة وكان يتابع جلالته كل ترتيب نكتبه على الورق كان يراه ويرتب له في نفس اليوم. يشار إلى أن الوفد الأردني الزائر يتألف من وزيرة السياحة والآثار لينا عناب وأمين عام الوزارة عيسى جمو ورئيس هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات والقمص أنطونيوس حنا راعي كنيسة الأقباط في الأردن ومديرة المكتب الإقليمي لفضائية نورسات الأردن الدكتورة باسمة السمعان ومساعد مدير موقع المختص رستم مكجيان ومدير الترويج السياحي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة فراس العجلوني. رعى سيادة المطران فينيديكتوس مطران الروم الأرثوذكس حفل افتتاح بازار الرحمة الثاني الذي نظمه مكتب فضائية نورسات الأردن في كنيسة السيدة العذراء للروم الملكيين الكاثوليك في عمان، ويعود ريعه للعائلات المهجرة والمتعففة. المزيد في هذا التقرير. للسنة الثانية يواصل مكتب نورسات الأردن تنظيمه لبازار الرحمة الذي شهد على مدار 3 أيام متتالية إقبالاً ملحوظاً من المواطنين والمقيمين على موقعه في كنيسة السيدة العذراء للروم الملكيين الكاثوليك في جبل عمان، حيث رعى حفل الافتتاح سيادة المطران فينيديكتوس مطران الروم الأرثوذكس في الأردن، وبحضور المطران ياسر العياش مطران الروم الكاثوليك السابق والنائب في البرلمان الأردني قيس زيادين والسفير الإيطالي في عمان والسيد أكرم كريم فارس القبر المقدس وعدد من الآباء الكهنة والأخوات الراهبات وجمع غفير من أبناء ورعايا الكنائس من كافة محافظات المملكة. الدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب نورسات الأردن الجهة الراعية والمنظمة لهذا الاحتفال بالتعاون مع شبيبة الأردن للدراما المسيحية أوضحت في كلمتها أن إقامة هذا البازار الذي يهدف إلى بث روح الدفء للأسر المتعففة يأتي متزامناً مع ذكرى إعلان قداسة البابا فرانسيس بإطلاق يوبيل الرحمة، واستجابة كذلك لنداء الرب في أن نكون رحماء كالأب السماوي. ونحن في مكتب نورسات الأردن ومن إيمان شعبنا وعلى خطى بلدنا ونهج قيادتنا، فقد حملنا على عاتقنا المسؤولية وعاهدنا أنفسنا بأن نبقى الأوفياء للوطن والأمناء على العهد بالوقوف إلى جانب إخوتنا، ندعمهم ونشد على أزرهم بكل ما أوتينا من عزيمة وإخلاص. وهذا هو الأردن كما تعرفوه، الأنموذج العالمي الذي حمل
على مدى تاريخه رسالة إنسانية نبيلة، وضرب أروع الأمثال في تجسيد أواصر التآخي والمحبة والعيش المشترك بين عموم الناس على اختلاف ديانتهم وطوائفهم ومذاهبهم وأعراقهم. ونأمل بما يشتمل عليه هذا البازار من مشغولات يدوية، منتجات منزلية، مستلزمات لعيد الميلاد أن ينال إعجابكم وأن يحظى بإقبالكم على محتوياته الرائعة، لأن دعمكم لهذا البازار سيساعد العديد من أفراد الأسر المنتجة فيه وأغلبهم من الإخوة المهجرين من الموصل على الاستمرار في العمل والإنتاج معتمدين على أنفسهم وطاقاتهم وجهودهم الواضحة أمامكم. بدوره رحب الأب نادر ساووق راعي كنيسة السيدة العذراء للروم الملكيين الكاثوليك بالضيوف الزوار، مشددا في كلمته على أواصر الوحدة الوطنية وقيم العيش المشترك بين أبناء الشعب الواحد. افتتحوا بازار الرحمة الثاني، وفيه تتجسد معاني الأخوة الحقيقية بنموذج العيش الأردني المشترك بين المسيحيين والمسلمين في وطن المحبة والتآخي والتلاقي، حيث تتعانق فيه مآذن الجوامع وأجراس الكنائس. وبعد قص شريط الافتتاح والاستماع إلى عزف للفرق الفنية المتطوعة التي قدمت معزوفات فلكلورية ووطنية وترانيم ميلادية، توجه سيادة المطران فينيديكتوس وجموع الحاضرين إلى أجنحة البازار الذي شاركت به أيضاً العديد من المؤسسات الوطنية والشركات الخاصة، وجالوا بأروقته الواسعة وأجنحته المنظمة، وأبدوا إعجابهم بمحتوياته التي تشتمل على الكثير من المشغولات اليدوية والمنتجات الغذائية والحلويات الشعبية ومستلزمات عيد الميلاد. وفرنا لهم طاولات مجانية حتى يسوقوا منتجاتهم من أشغال يدوية. الأشغال اليدوية طبعا تحتوي على صلبان، أيقونات، مسابح، بالإضافة لأشغال يدوية، صوف للأطفال، ملابس معينة. الهدف منه الرئيسي بالدرجة الأولى هو خدمة العائلات العفيفة، والبازار يحتوي على 85 منتج من العائلات الخاصة. أن يكون هذا دعما وعونا لهم في حياتهم التي يواجهون بها الضنك ويعني عسر العيش، فلا بد من أهل الخير أن يمدوا خيرهم بهذا الاتجاه الصحيح. احنا تعودنا من المملكة الأردنية الهاشمية احتضان العراقيين، احتضان اللاجئين، الخطوات الإنسانية. هذا البازار يعكس هذه الأمور والاتحاد الاجتماعي والخطوة الأردنية الرائعة. البازار مو فقط لاحظ به مسيحيين، إسلام، عراقيين، من فلسطين، شفت من بيت لحم، خطوة جدا رائعة. وفي اليوم الثالث والأخير لبازار الرحمة قام سيادة المطران مارون اللحام مطران اللاتيني في الأردن بجولة تفقدية لأجنحة البازار، رافقه خلالها المونسنيور خوسيه سكرتير سفير الفاتيكان لدى الأردن والعراق، حيث عبر سيادته عن إعجابه لفكرة تنظيم البازار بشكل سنوي، مشيدا بنفس الوقت بالجهود المبذولة لإنجاحه. فعلا فكرته فكرة رائعة وفكرة جميلة وتجمع كل الطوائف المسيحية فيه بنفس البازار، وهذا إشي رائع وجميل ويجب أن نعمل عليه. رأيته اليوم من نشاط يتعلق بالبازار شيء عظيم، شيء باسل، شيء نريد أن يستمر ليس فقط ببازارات، في أي نشاط آخر يدعو الناس إلى الالتقاء بهذا الشكل الذي رأيناه. احتفلت راهبات الوردية في الأردن بعيد مؤسستهم القديسة ماري ألفونسين في كنيسة بيت الزيارة في دابوق بعمان بحضور جموع من المؤمنين. إلى المزيد. القديسة ماري ألفونسين غطاس، كلمة العذراء وحافظة سرها بصمت وخفاء،
يحتفل بعيدها في 19 من تشرين الثاني من كل عام، وبأجواء يملأها الفرح والبهجة بقديسة الوردية، ترأس غبطة البطريرك فؤاد طوال القداس الاحتفالي بعيد القديسة ماري ألفونسين في كنيسة بيت الزيارة لراهبات الوردية في عمان، بمشاركة المطران سليم الصايغ وعدد من الآباء الكهنة والشمامسة وراهبات المؤسسات الرهبانية الأخرى والأخويات من الرعاية المختلفة وجموع المؤمنين. وفي عظة القداس هنأ غبطة البطريرك راهبات الوردية بعيد مؤسستهن، داعيا أن يكون هناك المزيد من الدعوات للحياة الرهبانية، ومشيرا إلى أن الأم ألفونسين كانت إنجيلا حيا ومثالا للبساطة والوداعة. هناك راهبات قديسات، راهبات مثاليات في عيشهن وعطائهن وصمتهن في صوامع الأديرة. لا شك في ذلك، هنالك علمانيون أيضا، أباء أمهات شباب صبايا، هم بالفعل قديسون وقديسات بمحبتهم أمانتهم وروح الانتماء إلى كنيستهم وإيمانهم. نهنئ أنفسنا بعيد القديسة ماري ألفونسين، نطلب اليوم شفاعتها، لا ننسى أن نطلب شفاعتها، هي قادرة أن تستجيب شفاعتها لإرسال دعوات رهبانية وكهنوتية مقدسة. وألقت الأخت مادلين دبابني المستشارة الإقليمية لرهبنة الوردية في الأردن كلمة شكرت فيها جموع الحاضرين الذين جاءوا للمشاركة بعيد القديسة ألفونسين، ومشيدة بالقديسة التي سطرت بحياتها وصمتها، ومشيدة بالقديسة التي سطرت بحياتها وصمتها قصة عشق للأم البتول العذراء مريم. إنه العيد الثاني الذي نحتفل به بقديستنا العظيمة التي جعلت من حياتها ورسالتها وعيشها الفضائل الإلهية والأدبية بشكل بطولي، قدوة لنا ونهجا مثاليا في اتباع المسيح والانضواء تحت رايته. نعلم ونربي ونعمل ونقود ناثرين عطر المحبة والخدمة والأمانة من حولنا. لقد سطرت كلمة العذراء بصمتها وصبرها وتحملها قصة عشق للأم البتول، تحولت إلى حياة لونتها بالمحبة والخدمة والتفاني والعطاء السخي. وفي ختام القداس تبادلت الأخوات الراهبات مع جموع الحاضرين التهاني بعيد قديستهم ومؤسستهم الأم ماري ألفونسين. رعت سفيرة جمهورية العراق بعمان السيدة صفية سهيل احتفال مدرسة راهبات الوردية في المصدار بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي أقيم هذا العام تحت شعار طفولتي قصيدة أمل شعرها السلام، بحضور عدد من الأباء الكهنة والراهبات وشخصيات رسمية وعامة. وأكدت مديرة المدرسة الأخت كارولين بدر في كلمتها على ضرورة الحفاظ على حقوق الطفل من أمن وتعليم وصحة ورعاية نفسية. لهؤلاء الأطفال. الأطفال أدوا العمل بطريقة فعلا تنم عن تشاركية عظيمة مع أطفال العالم، وعن إحساس عظيم أيضا لدى أطفال مدرسة راهبات الوردية المصدار مع كل أطفال العالم. نتمنى لجميع أطفال العالم بهذه المناسبة دوام السلام،
نورسات نحن دائما نشكر جهودكم وأتعابكم، الله يقويكم والله يخلينا إياكم لتضلوا دائما إعلام في سبيل الحرية وإعلام في سبيل السلام والطمأنينة. وتضمن الحفل تقديم العديد من الفقرات الفنية وعرضا لصور ضحايا الحروب من الأطفال. في الحقيقة عودتنا رهبات الوردية والقيمين عليها بفعاليات رائعة على المستوى الإنساني، مواكبتهم للأيام اليوم العالمي للطفل، وأيضا لليوم العالمي لحقوق الإنسان، اليوم العالمي لكثير من القضايا الإنسانية اللي هي أساس التربية والتعليم اللي تتمركز عليه مدارس رهبات الوردية. كما أقول دائما بأن نعم المناهج مهمة والعلم مهم، إنما التربية هي الأهم. كل المحبة والتقدير لهم، كل المحبة لسير كارولين، للهيئة التدريسية، إلى رهبات الناصرة وحضانة الناصرة، إلى كل من قدم هذا العمل الرائع. ونأمل أن نعمل معا على هذا العرض أمام السلك الدبلوماسي في الأردن وأيضا المؤسسات الدولية الفاعلة في عمان. نظمت جمعية دار الكتاب المقدس لقاء خدام الرعاية الثاني، والذي جاء هذا العام بعنوان المواطنة ومخاطبة الشباب المعاصر. إلى التفاصيل. تحت رعاية سمو الأمير الحسن بن طلال، عقدت جمعية دار الكتاب المقدس لقاء خدام الرعاية الثاني في بيت الزيارة بعمان تحت عنوان المواطنة وطرق مخاطبة الشباب المعاصر. حضره عدد من الشخصيات البرلمانية والرسمية وكهنة الرعاية من مختلف مناطق المملكة. وألقت الدكتورة ماجدة عمر، مديرة المعهد الملكي للدراسات الدينية، كلمة أكدت فيها ضرورة بناء جسور المعرفة والتواصل مع الشباب وانخراطهم في المجتمع، خاصة في ظل تنامي ظاهرة التطرف. لابد من تشجيع انخراط الشباب في المجتمع بدلا من انعزاله وسلبيته، فلا بديل عن تمكين الشباب وإتاحة الفرص لهم من أجل مشاركة أكبر في صنع القرار في مجالات النشاطات الإنسانية التي تؤثر في حياتهم، فهم الفئة الأكثر تقبلاً للتغيير والتجديد والتعامل بروح مبدعة. ولا يمكن أن يتغير الإنسان بفرديته إلا بتغير البنية الاجتماعية التي ينتمي إليها. نحن بحاجة إلى تغيير الوعي ورؤية الواقع بمنظور يمكن الأفراد والمجتمع من إطلاق إمكاناتهم. ومن جهته أشاد القس سامر عازر، راعي الكنيسة اللوثرية، بضرورة الحوار الذي يبني الجسور بين أصحاب الدين الواحد أو بين أتباع الديانات الأخرى. نعم، بالحوار انتقلنا وننتقل من النزاع إلى الشراكة وإلى التعاون في خدمة اللاجئين وإلى تفاهمات عديدة نأمل أن تتوج بالشركة المقدسة. عنوان اللقاء هذا المواطنة وطرق مخاطبة الشباب المعاصر، عنواناً مستوحاً من واقع التحديات المعاصرة وما أكثرها. فموضوع المواطنة الصالحة والخضوع للسلطان هو أيضاً أمر كتابي، فالحكام هم خدام الله للصلاح بقول بولس الرسول، وهم ليسوا خوفاً للأعمال الصالحة بل للشريرة. لذلك يعلم بولس الرسول قائلاً كما سمعنا في قراءة اليوم: لتخضع كل نفس للسلاطين، لأنه ليس سلطان إلا من الله. كما ألقيت العديد من الكلمات، بينها كلمة النائب نبيل الغيشان الذي أكد فيها على دور المواطنة ودور الحوار في بناء الفكر السليم الصحيح. المواطنة طبعا هي عقد اجتماعي بين الدولة، بل بين المواطن، بين الإنسان وبين دولته، يعني هذه هي الفكرة الأساسية. الدولة التي تخدم مواطنيها هي الدولة القوية، الدولة التي توفر العيش الكريم هي الدولة القوية، هي الدولة العادلة، هي الدولة غير الخائفة. أيضا الديمقراطية هي الفكرة التي توسع شرعية الأنظمة السياسية. بدون الديمقراطية لا يمكن لنظام سياسي أن يأخذ شرعية إلا بالديمقراطية وتداول السلطة.
هذه هي القضية الأساسية. وقدم مدير جمعية دار الكتاب المقدس منذر النعمات موجزا عن نشاطات الجمعية وفعالياتها ودورها في التواصل مع الجميع بكل فئاتهم. أقيم في كنيسة المستشفى الإيطالي بعمان قداس احتفالي بمناسبة عيد الراهبات الدومينيكيات لتقدمة العذراء القديسة، ترأسه المطران السابق سليم الصايغ بحضور المطران مارون اللحام مطران اللاتيني في الأردن والمونسنيور خوسيه سكرتير السفير البابوي لدى الأردن والعراق وعدد من الأباء الكهنة والراهبات من جمعيات رهبانية مختلفة وجموع المؤمنين. ويقول القديس أغسطينوس: قالت امرأة ليسوع: طوبى للبطن الذي حملك. بماذا أجهب؟ قال: بل طوبى لمن يسمع كلمة الله ويحفظها. مريم طوباوية لأنها سمعت كلمة الله وحفظتها، حفظت الحقيقة في قلبها، والحقيقة هو المسيح. احتفلت مجموعة كشافة ومرشدات المصدار بتجديد الوعد الكشفي لأفرادها، كما احتفلت أيضا مجموعة كشافة ومرشدات دير اللاتين في الزرقاء بتجديد الوعد الكشفي وإطلاق شعارهم للسنة الجديدة. إلى المزيد. احتفلت مجموعة كشافة ومرشدات كنيسة يسوع الملك في المصدار بتجديد الوعد الكشفي لأعضاء المجموعة ومرور 65 عاماً على تأسيسها برعاية مدير جمعية كاريتاس الأردنية وائل سليمان وبحضور الأب عدنان بدر راعي الكنيسة وعدد من الآباء الكهنة والراهبات والشخصيات وجموع المؤمنين. من هذا الصرح الكبير الرائع وأمام رعية تنحني لها الرؤوس احتراماً لخدمة دامت أكثر من 100 عام، وأمام كشافة المصدار صاحبة التاريخ المشرف، لنرسل معا رسالة نحو حياة كشفية، نحو حياة كشفية روحية مليئة بشغف لتغيير الواقع، نحو حياة كشفية لبناء الإنسان روحيا وإنسانيا. وتم خلال الاحتفال تقديم عدد من الفقرات والمقطوعات الموسيقية. وجودنا اليوم هو فخر لنا، أنه هالمسيرة اللي بلشت قبل 65 سنة لم تتوقف. في المجموعة عندنا ما يزيد عن 200 عضو، وهذا الشيء بكافة فئات المجموعات الكشفية. أيضا في عندنا تواصل مع اللجان المحلية وخصوصا القضايا الأمنية اللي بتختص أيضا برعاية والاهتمام بالجوانب الخدماتية لمنطقة عمان تحديدا. هذا الجيل اللي احنا فعلا عم بحمل رؤية واضحة، رؤية فيها نوع من التغيير والتغيير إيجابي نحو مستقبل أفضل بروح الشباب اللي عم نشوفه بالمجتمع اليوم. هذا الجيل اليوم من آمن وبحمل رسالة، وهذه الرسالة تقود إلى هدف، وهذا الهدف بتحقق خطوة بعد خطوة من خلال فعلا هالشباب وهالصبايا اللي عم تنزرع فيهم روح الثقافة وروح المسؤولية وروح التغيير الإيجابي. اشتغلوا كتير الشباب، تعبوا وحضروا، يعطيهم العافية. شكرا طبعا لكل الحضور، من كهنة، من راعي حفلنا السيد وائل سليمان، كاريتاس طبعا، عمل كاريتاس في الوطن عمل رائع وضخم. وطبعا بشكركم انتم نور سات على تغطيتكم لكل الاحداث المهمه اللي عم بتصير عندنا في الاردن. اتمنى السنوات الجاي تشهد على سنين اكثر لمجموعتنا، وان شاء الله بنحتفل بالمئة عام مع بعض وبوجودكم معنا. وكمان مره بشكركم،
وإن شاء الله بضلكم رافقيننا سنة ورا سنة. كما احتفلت أيضا مجموعة كشافة ومرشدات دير اللاتين في الزرقاء بتجديد الوعد الكشفي وإطلاق شعار لنجعل المستحيل ممكنا، وذلك خلال القداس الإلهي الذي ترأسه المطران مارون اللحام مطران اللاتين في الأردن، بحضور الأب طارق حجازين كاهن الرعية والأب إبراهيم نفاع المرشد الروحي للهيئة العامة لكشافة ومرشدات اللاتين في الأردن والراهبات وجموع من أبناء الرعية في المحافظة. أيها الأعزاء، إني كل ثقة بأن كل فرد من أفراد مجموعتنا يثلج صدر أهله وأقربائه وهو مصدر فخر لهم واعتزازاً بهم بما يقدمه من تميز وخصوصاً عند ارتدائه الزي الكشفي. أعزائي القادة والأفراد المجموعة الغالية، لنجعل المستحيل ممكناً، أنتم أيهم الجنود من تملكون القوة التي تجعل حياتكم حرة وجميلة وتجعل الحياة مغامرة وتحدي، دعونا نستخدم هذه القوة لنتحد جميعاً ولنعمل من أجل عالم جديد يعطي لنا الفرصة الحقيقية لمنح مستقبلنا الأمن والسلام. وفي كلمة للأب حجازين رحب فيها بسيادة المطران وهنأ أعضاء الكشافة بتجديد الوعد الكشفي، وتحدث المطران اللحام في عظته للشباب قائلا: إن الإنسان في عمر الشباب يحلم بالأبطال وبالأشخاص، إن يسوع المسيح هو ملكنا نحن المؤمنين به، ملك عائلاتنا وقلوبنا، ملك على الشباب وعلى الحركة الكشفية. احتفلت جمعية راهبات بنات القديسة حنة بمرور 150 عاماً على تأسيسها بقداس إلهي ترأسه الأب عماد علامات كاهن رعية اللاتين في الفحيص، وحضره عدد من راهبات المؤسسات الرهبانية المختلفة ومكرسات حركة الفوكولاري وجموع المؤمنين. وقدم الأب علامات في عظته التهاني للراهبات طالباً من الرب أن يرسل المزيد من الدعوات الرهبانية لإكمال رسالة الطوبوية آنا روزا في الكنيسة. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها: تخصيص أسبوعاً للحج القبطي في موقع معمودية السيد المسيح، بازار الرحمة يوجه لإعانة العائلات المتعففة والمهجرة، تجديد الوعد الكشفي لأعضاء كشافات الزرقاء والمصدر، الاحتفال بيوم الطفل العالمي في مدرسة الوردية بالمصدر. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursajordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.